بني اليوم سي ان فيكتوار ميريتي دخلنا مزيان في الماتش دوماج كنا نقدروا نماركيو اكثر دو اهداف بالحق ما كانش ماتش سهل مازال عندنا ديك لو مونك ديفيكاسيتي بالحق دري داروا ان بون ماتش كونتون رجعنا في اللعب ديالنا 3-0 مزيان على الجول افيراج حتى هو بالحق فوالا لي مهم هي ثلاثه النقاط ماشي فحال الماتش الي روتور سي كترباح بزاف بيوت باش تمشي تلعب في الروتور كان غير 3 بوين اليوم ديناهم مازال غيكون بعيد لا كاليفيكاسيون غنصافو في نيجيريا دون 10 جور فوالا ان شاء الله نجيبو بعدا ان بوين باش نبقاو غاديين ومن بعد عندنا لا دوبل كونفرونتاسيون مع الكلوب افريكان بحق اليوم فيليسيتاسيون سي فيكتوار ميريتي يعني صراحه ما كانش عندنا كيف ما قلتي ما كانش عندنا فكره على الخصم خدينا التعليمات من عند السواد الكراكي يعني ليكسبيريونس عطانا كيفاش خصنا نلعبوا كيفاش خصنا الا سجلنا كيفاش خصنا نحافظوا على النتيجه الا تسجل علينا ما خصناش نطلقوا ايدينا نبقاو في مقابله الحمد لله يعني سجلنا الهدف الاول من بعد جاوا جوج اهداف كنشكر الزملاء ديالي يعني طبقوا داكشي اللي قال لنا والد الكراكي في الفيستيال يعني الحمد لله يعني صراحه الدراري قدموا مباراه كبيره كنتمنى ان شاء الله باش نزيدوا في هذه المسيره ان شاء الله ونحققوا نتائج ايجابيه اللي تخلينا نلعبوا بارتياح ان شاء الله يعني بطبيعه الحال يعني صراحه يعني لعبنا كنشوفوا يعني ثلاث مواسم حنا كنلعبوا على بزاف الواجهات وهذا الشيء اللي خلانا ما مشيناش مزيان في البطوله الوطنيه كنتمنى ان شاء الله باش نزيدوا في هاد المسيره هذه ونقولوا الكلمه ديالنا ونفرحوا الجماهير الفتحيه والمغربيه يعني. اولا كنبغي نهنا اللاعبين اللي قاموا بواحد المستوى جيد وحققوا واحد النتيجه ايجابيه كنظن باننا حققنا الاهم الا وهو ثلاث نقاط قدمنا مقابله كبيره استطعنا نسجلوا ثلاث اهداف فكنظن انها بدايه قويه وكنتمنى اننا نسيروا في هاد المنوال هذا.